كم طالب تقريبا بالكورس؟ بشتيلة 200، بالبرج 100 تقريبا، وبالبقاع تقريبا 150 ما بين لاعبين كريكت وطالبات المعهد، لأنه معهدنا بالبقاع بس للفتيات، بينما الكريكت فيه فتيات وفتيان. الكريكت أساس السما. عميب علي، شو أخبارك؟ طلب خير. الكريكت بالوطن العربي كان موجود من زمان، يعني حديث من سنين كثير كبيره. لما اجيت من سوريا كنا باوضاع كثير سيئه. لعبه الكريكت هي لعبه سلام. كيف؟ باكستان والهند هن دولتين معروف الحرب اللي بيناتهم على مدار سنين. انا اسمي لؤي، انا من سوريا، انا طفل من الحرب، لجأت لهون على شتيله لانه كان في كثير حرب بسوريا، الحرب هي اللي خلتني اوصل لهي الموضوع. بس رغم هذا الشيء قدرت باكستان والهند يكونوا موجودين ضمن هذا الاطار اللي هو ملعب الكريكت ويلعبوا كريكت وينسوا كل شيء خلافات وحرب بيناتهم. قبل الكريكت وين كنت؟ كانت بعالم ثاني، بجهل بكل شيء. شو بس نقول عالم ثاني جهل شو يعني؟ كنت بسوريا كانوا يلبسونا نقاب، ممنوع انه يطلع ايديك، ممنوع رجليك، ممنوع يبين وشك ابدا، لانه كانوا مستلمينا داعش. اول فرصه اجتني انه اطلع على المانيا انا وولادي رفضتها لانه كان بتفكير السيدات. كنا عم نشوف العالم عم تموت قدامنا، البنات الصغار عم يزوجون، بس بلغت جوزوها خلص اهلها بدهم يخلصوا من المسؤوليه. ما كنت اقدر اشوف السيدات يعني عم ينظلموا بهالطريقه وهن ما عندهم حل، مش قادرين يفكروا بحلول. طلعنا لهون، فتت بجمعيه، ضمن الجمعيه فتت بالكريكت. فتت بالكريكت كنت انا التوب، بعدين فاتت لعنا المس قادريه. فاتت المس قادريه اول كلمه قالت لنا اياها انتم حتبنوا سوريا. نحن كنا نلعب بالمخيم وكنا حابين ننشر السلام عن طريق الكريكت بالمخيم، بس كان في دائما كان في قواص فوق راس الطلاب، فمن هذا الخطر نحن اضطرينا ناخذ حد المخيم، ملعب اللي هو ملعب كلاسيكي. من هون وطلوع لفوق ببلش صبرة، من اول الشارع وانت جاي لهون بتبلش من مخيم شاتيلة. لعبة الكريكت اللي هي لعبة السلام الموجودة بمجتمع اللاجئ، ونحن المجتمع اللي عايشين فيه، اللاجئ السوري واللاجئ الفلسطيني. We are currently in the process of preparing an excellence program where our top talent at a summer center are given intensive English training. Critical thinking and other skills are required to be able to send them to a private school in Lebanon in a year's time. Yesterday, we decided to go to Elbrus and make all the students happy and also draw a smile on their face. So we decided to make some cards and draw some things on it. نحن هلا عم نروح على البرج بدنا ندعم ونعمل دعم نفسي مثل ما نحن بنتعلم حقهم هن بيتعلموا كمان نحن حنعطي كمان كم فكرة عن الزواج المبكر. انه هذا الشيء غلط، لا تخلوا المجتمع يدمركم ويروح يكون المستقبل تبعكم. انا بكون قمه سعادتي لانه ما فيك يعني اللي بيعيش هاي الحاله انه تعب 3 سنين عم تشوفه قدام عيونه بهدول الاولاد ما فيك توصفه. انك توصف هذا الشيء ما فيك توصفه ابدا. من قبل 3 سنين كان ممكن هذا الولد يكون لو ما اخذ التوعيه وما اخذ التعليم انا بنظري ممكن يكون تاجر مخدرات، تاجر سلاح، ممكن يروح لطريق ثاني هو مو بايده، انجبر ليروح على هذا الطريق. بس لما اجى واخذ هذه التوعيه واخذ الثقه وصار يشعر بحاله انه هو قادر يعمل شيء، قادر يقدم شيء، صار عنده حلم بده يحققه. في كثير طلاب عندنا حلمهم كان انه يقدر يكتب اسمه، هلا عم يحكي انجلش. قد ايه قدره الاستيعاب للمعهد هون؟ هي المشكله انه مش اكثر من 200 طالب بشتيله للاسف. بس كباته اكثر في بتصير تجيبوا اكثر طلاب؟ مش لهون، اذا قدرنا نحصل على تمويل لمعهد ثاني بقلب شتيله كمان 200 طالب، لانه برايي السما انه اذا ركزنا كل فريق ركز على 200 طالب هيك الكواليتي حتكون اعلى. شو السبب وراء اسم السما؟ اول ما وصلوا لعنا سالناهم شو احلامكم، في بنات قالوا ما عندي حلم،
في بنات قالوا كان عندي حلم بس لأني تجوزت مات هذا الحلم. فمن هون إجا اسم السماء، لازم تحلموا، لازم تكبروا الأحلام ولازم توصلوا لهي الأحلام. They're excellent students. لما تشوفوا لهدول الأولاد وين كانوا وين هلأ، هي ما في كلام بيعبر عنه. وبلشوا طلابنا يوصلوا الأحلام.